موجز لأهم الأنباء يأتيكم من أونلايف، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاستعانة بالخبرة الأجنبية في جهود تطوير وتحديث منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي. وأكد السيسي خلال لقائه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي أهمية أن تشمل خطط التطوير اكتشاف الطلاب المميزين والنابغين من أبناء الشعب المصري. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر المستمر على التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية. وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفق الرئيسان على مواصلة التنسيق إزاء تطورات القضية الفلسطينية وسبل استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. رحبت قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بإعلان الفريق أحمد شفيق الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة. وقال محمد الديب العضو بحزب الوسط المحسوب على الجماعة الإرهابية في تصريحات لموقع المصريون الإخوانية إن هناك تأييدا لشفيق داخل الجماعة. وأضاف الديب أن تيار الإخوان أصبح في أضعف حالاته، لذلك يعد شفيق هو أفضل حل في الوقت الحالي. أما البرلماني الإخواني السابق يحيى عقيل فأكد أن ترشح شفيق للانتخابات ليس قرارا فرديا، بل جاء بناء على ترتيب إقليمي وضوء دولي. أكد رئيس الجالية المصرية في فرنسا صالح فرهود أن أعضاء الجالية لن يلتقوا الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق، والذي أعلن النية للترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة. وأكد فرهود رفض غالبية أعضاء الجالية المصرية لقاء شفيق، وذلك بعد إعلانه التوجه إلى فرنسا للقاء المصريين المقيمين هناك. نزل آلاف المتظاهرين مجددا إلى الشوارع في العاصمة التوغالية للمطالبة برحيل الرئيس فورغانا سيينغ بي الذي وعد بإجراء حوار مع المعارضة قريبا. مستمرون معكم على رأس كل ساعة إلى ملتقى.